السلام عليكم. اليوم نلقي الضوء على نشاطات التجارة الخارجية من الجهة الجنوب نحو دول الجوار مثل موريتانيا والنيجر ومالي، ونقرأ في هذا الخبر اللي جاء من وكالة الأنباء الجزائرية أن الشركة عندنا شركة وطنية هي اسمها لوجي ترانس، وهذه الشركة تنشط في ميدان النقل البري وخاصة نحو الجنوب. وهذه الشركة قامت بنقل أولا الشركة هذه تكسب حوالي 3500 شاحنة من نوع الثقيل، وقامت بنقل في سنة 2020 15 مليون طن من السلع والبضائع في مختلف نقاط في الجنوب نحو مدن الجنوب وكذلك نحو الدول الجوار، ويعني مجمل المسارات التي قامت بها هي 126 مليون كيلومتر. وفي إطار التطوير نتاع الشركة هذه تاع لوجي ترانس تمت تقوية البارك يعني تاع الجروب تقوية ب 250 شاحنة جديدة ستدخل العمل هذا العام الجديد تاع 2021. فإذن حركة التجارة نحو الجنوب دول الجنوب هي يعني في تطور مستمر، وخاصة وأننا نعلم في السنة القادمة هذه يكون فيها ندخلوا في المنطقة نتاع التبادل الحر، المنطقة الأفريقية نتاع التبادل الحر. فإذن هذه الشركة يعني راهي قائمة بدورها كما ينبغي، ولازم نقول باللي على حسب الأرقام اللي عندنا هنايا أنها دارت عمل جبار في هذا الميدان، وخاصة أن هذه الشركة كذلك دارت يعني بذلت مجهود معتبر اتجاه جارتنا في الجنوب موريتانيا، حيث أن التبادل بين الجزائر وموريتانيا عرف في سنة 2019 يعني مع بداية فتح المعبر الحدودي نتاع مع موريتانيا عرفت تطور كبير يعني في ميدان التجارة، وكان فيها يعني نبحث على واحد المعلومة خصنا التجارة مع موريتانيا أنها تطورت كثير. وهنا نشوف باللي المجمع هذا قام في 2019 دار 64 رحلة نتاع بضائع نحو موريتانيا في 2019 64 رحلة، وتم نقل 40,000 طن من البضائع نحو موريتانيا وثم السنغال والنيجر ومالي وكذلك نحو تونس. فإذن النشاط نتاع التجارة نحو الجنوب راه في انتعاش. ونزيد نروح نشوف موقع واحد آخر، ما كاش موقع واحد آخر، دوك نروح نشوف موقع واحد آخر. وثانيك معلومة أخرى هي أن الجزائر راهي في قيد إنشاء مناطق تاع لوجستيكية كبيرة جدا في كل من تمن راست وتندوف، وهذه المناطق تاع اللوجستيكية لتخزين البضائع سي دي زون دو ترانزيت. المنطقة تاع تمن راست فيها 16 هكتار، والمنطقة تاع تندوف فيها 8 هكتارات.
إن شاء الله فيها خير، والسلام عليكم.